تلاميذ سنة ثالثة ابتدائي، السلام عليكم. هذا اختبار الفصل الأول في مادة التربية الإسلامية، النموذج الثالث، سنقوم بحله معا. إذا التمرين الأول، أجب بصحيح أو خطأ. لدينا العبارات، العبارة الأولى: الذي يعصي والديه يسمى مطيعا. الذي يعصي والديه يسمى مطيعا، أحسنتم، خطأ. الذي يعصي والديه يسمى عاقا وليس مطيعا. قد قامت الصلاة من ألفاظ الإقامة. إذا لدينا ألفاظ الإقامة هي الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله، حي على الصلاة، حي على الفلاح. قد قامت الصلاة، الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله. إذا قد قامت الصلاة من ألفاظ الإقامة، مكتوب صحيح. نواصل. لا تصح الصلاة إلا بالوضوء. إذن يجب الوضوء كي نصلي، أحسنتم، صحيح. نواصل. التبديل صفة حميدة، هنا صفة حسنة. التبديل ليست صفة حسنة، صفة سيئة. إذن التبديل صفة حميدة، أحسنتم، خطأ. نواصل. أركان الإسلام ستة وأركان الإيمان خمسة. إذا نذكر أركان الإيمان، أركان الإسلام هما الشهادتان، إقام الصلاة، إيتاء الزكاة، صوم رمضان، وحج البيت. إذا لدينا أركان الإسلام خمسة، ستة خطأ. بينما أركان الإيمان، الإيمان بالله، الإيمان بالملائكة، الإيمان بالكتب السماوية، الإيمان بالرسل، الإيمان باليوم الآخر، والإيمان بالقضاء والقدر. أركان الإيمان ستة، وأركان الإسلام خمسة. إسلام خمسة، ستة خطأ، وأركان الإيمان كذلك خمسة خطأ. إذن كلاهما خطأ. نراجع. الذي يعصي والديه يسمى عاقا، مطيعا خطأ. قد قامت الصلاة من ألفاظ الإقامة صحيح. لا تصح الصلاة إلا بالوضوء. التبليغ صفة ليست حميدة، حميدة خطأ. أركان الإسلام خمسة وليست ستة، وأركان الإيمان ستة وليست خمسة. التمرين الثاني. أكمل الفارغ. الآذان هو الإعلام، الإقامة هي الإعلام. إذا تعرفت على الآذان تعرف الإقامة. الآذان هو الإعلام، أحسنتم، بدخول وقت الصلاة المفروضة. إذا الآذان هو الإعلام بدخول وقت الصلاة المفروضة، نكتب بدخول وقت الصلاة بالنسبة للأذان. بالنسبة للإقامة، الإقامة هي الإعلام بالقيام، إقامة بالقيام لأداء الصلاة المفروضة. إذن بالقيام لأداء الصلاة المفروضة. عندنا تعريف الأذان، تعريف الإقامة. سؤال ثالث. اكتب العبارة التي يزيدها المؤذن في أذان لصلاة الفجر. إذا في المؤذن في أذان صلاة الفجر يزيد عبارة، ما هي العبارة التي يزيدها في الأذان بعد حي على الفلاح، حي على الفلاح الثانية، يزيد العبارة الصلاة خير من النوم، إلا في صلاة الفجر. في صلاة الفجر يزيد العبارة الصلاة خير من النوم. في أذان الظهر، في أذان العصر، المغرب، العشاء، لا يذكر العبارة صلاة خير من النوم، تذكر فقط في صلاة، في أذان صلاة الفجر، الصلاة خير من النوم. لا تصح الصلاة إلا ب، ذكرناها في التمرين الأول، أحسنتم، إلا بالوضوء.
نراجع التمرين. الأذان هو الإعلام بدخول وقت الصلاة المفروضة. الإقامة هي الإعلام بالقيام لأداء الصلاة المفروضة. العبارة التي يجدها المؤذن في الأذان لصلاة الفجر هي: الصلاة خير من النوم، ولا تصح الصلاة إلا بالوضوء. التمرين الثالث، أجب عن الأسئلة التالية: كيف نسمي الذي يعصي والديه ولا يحسن إليهما؟ ذكرنا كذلك في التمرين الأول، الذي يعصي والديه يسمى، أحسنتم، عاقا. إذن الذي يعصي والديه، الذي يعصي والديه يسمى عاقا لوالديه. إذن الذي يعصي والديه يسمى عاقا. ما معنى التبذير؟ تعريف التبذير هو إنفاق المال، الوقت أو الجهد أكثر من الحاجة. لما ننفق المال أو الوقت أو الجهد أكثر من الحاجة نسميه هذا تبذير. إذن التبذير هو، اكتب، التبذير هو إنفاق المال كذلك الوقت كذلك أو الجهد أكثر مما نحتاج، أكثر من الحاجة. إذن التبذير هو إنفاق المال، الوقت أو الجهد أكثر من الحاجة. تعريف التبذير. ولمن يشبه المبذر؟ ولمن يشبه المبذر؟ المبذر يشبه من؟ لدينا في القرآن قال الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين. إذن المبذر يشبه الشيطان. المبذر يشبه الشيطان، لهذا نهانا الله تعالى عن التبذير. لا نبدل الوقت، ولا نبدل المال، ولا نبدل الجهد. المبدل يشبه الشيطان. ننتقل إلى الوضعية الإدماجية. احتفلنا في 12 ربيع الأول بالمولد النبوي الشريف. يوم 12 ربيع الأول احتفلنا بالمولد النبوي الشريف، مولد الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم، مولد الرسول صلى الله عليه وسلم. تحدث في بضعة أسطر. المطلوب هو كتابة بعض الأسطر تتحدث فيها عن طفولته، طفولة رسولنا صلى الله عليه وسلم. تتحدث عن مولده، تتحدث عن أبوه، من هي أمه، من هي مرضعته، من كفله أولا ومن كفله ثانيا. إذن مولد رسول الله صلى الله عليه وسلم ولد يوم الاثنين 12 من شهر ربيع الأول عام الفيل. أبوه عبد الله بن عبد المطلب بن هاشم، أمه آمنة بنت وهب، مرضعته حليمة السعدية، كفله جده عبد المطلب إلى أن توفي، فتولى كفالته عمه أبو طالب. بعد وفاة جده ثانيا كفله عمه أبو طالب. هذه تحدثنا عن مولده، من هو أبوه، أمه، مرضعته، من كفله أولا وثانيا. ممكن إضافة أشياء أخرى درستموها في الدرس. وهكذا انتهينا من الوضعية الإدماجية والاختبار. لا تنسوا الاشتراك في القناة وتفعيل جرس الإشعارات ليصلكم الجديد. إلى اختبار قادم إن شاء الله، والسلام عليكم.